السلام عليكم يا شباب، هنشرح دلوقتي التجربة الثالثة اللي هي ازاي اوصل سينكرونس جنريتور بالانفينيت باص او ازاي اعمل سينكرونيزيشن مع الشبكة. طيب يعني ايه سينكرونيزيشن وليه لازم اعمله؟ لو انت عندك اتنين سورس متوصلين توازي على الانفينيت باص، عشان ما يحصلش اي سيركيوليتنج كارنت لازم يكون فرق الجهد عند اي لحظه زمنيه ما بين الاثنين سورس بيساوي صفر، لان لو في فرق جهد او الفولت عند لحظه زمنيه مختلف عند نفس اللحظه الزمنيه المصدر تاني، هيحصل فرق جهد فيحصل سيركيوليتنج كارنت يحرق المحطه. فالموضوع مهم جدا ان انا ما يبقاش اي في اي فرق جهد زمني ما بين كل السورسز المتوصلة، عشان ما يحصلش سيركيوليتنج كارنت يحرق المشي. من التفسير ده او من السبب ده طلعت شروط السينكرونيزيشن. انا عندي اتنين ساين ويف، كل واحدة طالعة من جنريتور، وعايز اخليهم زمنيا عند اي لحظة زمنية ما يبقاش في فرق جهد، على طول محور الزمن. فعشان اخليهم يبقوا منطبقين زمنيا هتطلع من الحته دي، لو انت فاهمها هتطلع شروط السنكرونيزيشن، ان يكون الفولت السيم فولت، يعني نفس الفولت، ممكن يكونوا ماشيين مع بعض بالظبط بس البيك فالي مختلف، وبالتالي الفولت الار ام اس مختلف، وبالتالي هيبقى في فرق جهد عند بعض اللحظات الزمنية يعمل لي مشكلة. فلازم يكون نفس الـ RMS فولتج أو البيك بقى. طب ممكن يكون البيكس متساوية بس التردد مختلف، فيعمل عدم انطباق للاتنين ساين ويف، فيبقى في بعض فرق جهد في بعض اللحظات الزمنية، فيعمل لي سيركيوليتنج كارنت مع فترة بعد فترة يحرق المحطة. فطبعا المحطة كلها الجنريتور هيحصل مشكلة وده بملايين، فالموضوع مش ايه مش صغير. تالت حاجة ممكن يكون الفولت مظبوط والتردد مظبوط بس السيكونس مختلف. احنا عارفين في الاي بي سي البي على زاوية ناقص 120، لكن في الاي سي بي البي على زاوية زائد 120، اذا نفس الفازة وزاويتها مختلفة. طالما زاوية مختلفة يعني النقط مش هتنطبق في الزمن، وبالتالي يعمل فرق جهد. فأي حاجة تعمل فرق جهد المفروض ألغيها، أي حاجة تعمل فرق جهد زمني المفروض ألغيها، بلغيها إن أنا بس أخلي الفولت واحد والتردد والفيز سيكونس واحد. بعد ما حققت الشروط خلينا نقول في المعمل هنمشي ازاي بالترتيب كده. اول حاجة هوصل الفيلد بتاع الدي سي موتور واتأكد ان في فيلد عن طريق الاميتر. تاني حاجة هوصل الارميتشر على الفاريبل فولتج واقعد ازود لغاية ما اوصل للان اس. طيب بعد ما وصلت للان اس خلاص انا ظبطت التردد. بعد ما ظبطت التردد هظبط الفيز سيكونس، في الاخر هظبط الفولت. هنقول ازاي هتظبط الفيز سيكونس والفولت على الوايرنج دايجرام، وبعد ما تظبط التلاتة دول يبقى حصل سينكرونايزيشن تقدر توصل مباشرة على ايه الشبكة. طيب تعالوا نشوف احنا كاتبين لكم برضو الخطوات بالتفصيل على تبقى معاك كريفرنس تتابع معانا برضو الحاجة. تعالوا نشوف الوايرنج دايجرام وازاي اعمل سينكرونيزيشن. لو انا عملت سينكرونيزيشن مع الشبكة معنى كده ان فارق الجهد بصفر، وبالتالي لازم الاحظ الجهد ده. هلاحظه ازاي بقى يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف. انا دلوقتي ده جنريتور عايز اطلع منه كهرباء، هوصل هدوره ببرايم اوفر اللي هو الدي سي سيبريت مود. اتفقنا ان انا باخد من البي والان الثابتين الدي سي الكونستانت، باخد
نقطة على الأميتر عشان أتأكد إن تقدر المقاومة دي خلاص قلنا بنشيلها كده كده مبنشتغلهاش عملي. بعد كده هخرج من الأميتر على الطرف التاني بتاع الفيل. بعد ما أوصل الفيل ده أوصل الأرميتشر وأقعد أزود في السرعة لغاية ما أوصل للسنكرونس. دايرة الفيل ده يا شباب هنوصل برضو البي والإن الثابتين على الأطراف الثابتة، وناخد من طرف ثابت على الفيلد ونخرج على أميتر يقيس التيار، ونخرج من الأميتر على الطرف الثابت. الأميتر ده برضو أنا مش محتاجه في أي قرايات، التجربة دي على العموم ما فيهاش أي قرايات، أنت بس بتشوف حاجة تقول إن حصل سنكرونس، فممكن ما نحطش الأميتر ده، وده إحنا مش هنحطه في العمل يعني، ملوش داعي، حاطينه بس كإيه كدايرة متكاملة بحيث تبقى أنت متابع الميجرمنت على الإيه على التجربة كاملة. طب إزاي أعمل سنكرونايزيشن؟ يبقى لو حصل سنكرونايزيشن يبقى فرق الجهد بصفر، ده طبيعي. فهاخد من فازة من الجنريتور على بداية اللمبة لمبتين سي. ليه لمبتين يا شباب؟ عشان لو الفرق الجهد زاد عن 220 اللمبة ما تطيرش. ايه اللي هيزوده عن 220؟ ان ممكن يكون ده عند البيك البوستيف الجنريتور والشبكة عند البيك النيجاتيف، هيبقى فرق الجهد عالي جدا بيعدي ال 220. هحط لمبتين ان سيريز عشان اللمبة ما تطيرش، واخد نقطة من على الجنريتور ونقطة من على الايه السورس. نفس الكلام للفازة التانية، نفس الكلام للفازة التانية. وفي سويتش، السويتش ده مفتوح في الحالة الطبيعية. لو اللمبتين دول طفوا خالص معنى كده ان فرق الجهد ما بين النقطة دي اللي هي اليو دي والنقطة دي اللي هي ال ال تلاتة بيساوي صفر، وبالتالي حصل سنكرونيزيشن. ساعتها او في الحالة دي هقدر اطفي او اقفل السويتش عشان اوصل النقطة دي بالنقطة ايه بالنقطة دي، ويبقى انا عملت سنكرونيزيشن مع الشبكة. ازاي اوصل بقى ان اللمبات تطفي؟ اول ستيب اوصل الفيلد اهو بتاع دايرة الايه الدي سي موتور، وازود الفولت لغاية ما اوصل للان اس. ممكن اقيسها بالسبيدوميتر وخلاص انا وصلت للان اس يعني ظبطت الطرد، او ممكن انت تلاحظها على اللمبات. لو انت تلاقيت اللمبات كده اضاءتها ثبتت او بالمعنى السوق كده ما بترعش، يبقى كده انت ظبطت الطرد. لكن لو طول ما في رعشه في اللمبه كده في اضاءه اللمبه يبقى لسه التردد عايز يتظبط. طبعا انت ممكن خلاص قلنا ممكن بالسبيدوميتر خلاص تتنبأ بالموضوع ده. يبقى الستيب الاولى ظبطت التردد لاحظته على اللمبات ان مفيش لمبات بترعش. الستيب الثانيه ان انت تبص بقى على السيكونس بتاع اللمبات في السيف. لو تلاقيت اول فازه دي بتنور بعد كده طفت، وبعد كده الثانيه بعدها بتنور بعد كده راح تطفي، وراحت التالتة نورت بعد كده طفت، يبقى ده اختلاف في الفيسر. عشان تظبطه بتبدل فازتين يا اما ناحية السورس يا اما ناحية الايه الانفينيت باص او الجيت. يبقى لو اللمبة الفازة الاولى اللي هما اللمبتين دول نوروا بعد كده طفت، بعد كده سلموا اللي تحتهم، بعد كده سلموا للفازة التالتة نورت، يبقى ده اختلاف في السيكونس. تبدل فازتين يبقى انت ظبطت الفيس سيكونس. بعد ما ظبطت التردد والفيس سيكونس وتلاقيت ما زالت اللمبات منوره، يبقى اخر فاكتور اللي هو الماجنتيود بتاع الفولت، تيجي تظبطه عن طريق دايره الفيلد بتاع السنكرونس جنريت، تقلل او تنقص لغايه ما اللمبات تطفى في الثلاث فازات، وبالتالي حصل سنكرونايزيشن. تقدر ساعتها تقفل السويتشات بتاع او الثري فيس سويتش عشان توصل السيبريت او الستاند الون جنريتور ده مع ايه مع الشبكه، ويبقى انت عملت سنكرونايزيشن. طيب بعد ما عملت السنكرونايزيشن عايز تعمل تبادل للاكتيف ورياكتيف بار مع الشبكه. خلينا نتخيل او نضرب مثلا ان الجريد دي عباره عن قطر والستاند الون جنريتور ده عبارة عن عربية صغيرة كده. لو انت عملت سنكرونيزيشن كأنك ربطت ده بده، فلما تربط عربية صغيرة بقطر
ده معنى ايه؟ يعني ايه السنكرونايزيشن؟ شيء للتوضيح يعني. طب لو انت بقى عايز تدي الشبكة اكتف باور او وات، تعمل ايه؟ تزود بالفولت الارميتشر بتاع الايه الدي سي موتور. واحد يقول لي يا باشمهندس ما الفولت الارميتشر لو زاد سرعة الموتور هزيد. لا مش هزيد، لان انت عامل سنكرونايزيشن ما بين السنكرونس جنريتور والشبكة. كأنك لو انت عندك عربية وشبكة في قطر وعمال بتدوس بنزين، ده هيأثر على سرعة القطر؟ لا مش هيأثر، ده نفس الكلام، فهتفضل برضو دايرة بسرعة السنكرونايزيشن. طب امال الزيادة في فولت الارميتشر دي راحت فين؟ او في السرعة يعني، او في الميكانيكال باور بتاع الموتور، راحت كأكتيف باور للشبكة، كأني بدي أكتيف باور للشبكة. طب لو قللت الفي ارميتشر ما زالت الان اس ثابته لان حصل سنكرونايزيشن، كانك بتاخد اكتف باور من الشبكه او وات من الشبكه. ده بالنسبه للوات او بالاكتف باور. طب لو انت عايز تعمل اكستشينج للرياكتف باور او الفار، يبقى انت تشتغل في دايره الايه الاكسايتيشن. كل ما تزود الاكسايتيشن كل ما تزود الرياكتف باور اللي بتديها للشبكه. طب لو قللت الاكسايتيشن عن نقطة السنكرونايزيشن، كأنك بتاخد الرياكتيف باور من الشبكة او بتاخد كيو من الشبكة، يبقى الاكسايتيشن يأثر في الايه في الفار او في الكيو. لاحظ ان كل الكلام ده والسويتشات ايه مقفولة او انت عامل سنكرونايزيشن. طب لو عايز تقلب الماشين بدل ما سنكرونس جنريتور لسنكرونس موتور، بكل بساطة بتفصل دايرة الارميتشر بتاع الدي سي موتور، فالدي سي موتور مش هيشتغل، فالبرايم موفر كأنه مش موجود، يبقى الماشين واخده فيلد يروح واخد كهربا من الجريد ويتحول لسنكرونس موتور بيسحب الكهربا بتاعته من ايه الانفينيت باس او من الجريد. يبقى انا بفصل الارميتشر بيقلب سنكرونس جنريتور بيقلب لسنكرونس موتور، الفيلد بتاعه متوصل اوريدي وبياخد الكهربا بتاعته من الايه من الجريد. طبعا ما ينفعش افصل الفيلد بتاع، انا فصلت الارميتشر والموتور طلع، محدش يقول نفصل بقى الفيلد وخلاص. لا مش هينفع تفصل الفيلد، لانه بيدي نفس بيدي الفيلد اللي بيدي دايرة او السورس الثابت ده اللي بيدي دايرة الفيلد بتاع الموتور، هو نفس السورس الثابت اللي بيدي دايرة الفيلد بتاع السنكرونس ماشين، فمش هينفع تفصل. فكفاية لو انت فصلت الارميتشر خلاص الموتور كده كده ايه مش هيشتغل، وبالتالي يتحول السنكرونس جنريتور لسنكرونس موتور بياخد الكهرباء بتاعته من ايه من الشبكة. يبقى دي بعض الحالات اللي انت بتشتغلها ايه بعد ما عملت الايه السنكرونس. تمام ايه طيب، يبقى احنا كده ده الوايرنج دايجرام بتاع تجربة السنكرونيزيشن. قلنا الغرض منها، قلنا ازاي تلاحظ اللمبات، تظبط التردد، ان لما بيظبط الرعشة اضاءة اللمبة بتختفي يعني تبقاش تبقى ثابتة. بعد كده لو تلاقيت فازة بتنور، بعد كده التانية، بعد كده التالتة، يبقى ده في السيكونس تظبطه ان انت تبدل طرفين على الجنريتور او الشبكة. اخر حاجة بتظبط ماجنتيود الفولت عن طريق الفيلد بتاع السنكرونس مش بعد ما عملت السنكرونيزيشن وقفلت السويتشات، عايز تدي اكتف باور بالزود فولت الارميتشر او الميكانيكال باور، طبعا السرعه ثابته لان حصل سنكرونايزيشن. عايز تقل تسحب اكتف باور من الشبكه او وات، بتقلل الفولت بتاع الارميتشر. عايز تدي كيو للشبكه بتزود الاكسايتيشن، عايز تسحب كيو بتقلل الاكسايتيشن في دايره الفيلد بتاع السنكرونس جنريتور. عايز تقلب الاوبريشن بدل ما سنكرونس جنريتور لسنكرونس موتور، بتفصل الدي سي موتور عن طريق فصل الايه الارميتشر. يبقى دي كل الكيسز المحتملة في حالة الايه السنكرونايزيشن. المرة الجاية ان شاء الله يا شباب هنشرح الفي كيرف للسنكرونس موتور. شكرا يا شباب.